اهلا بيكم من جوه الصيدليه، انا عمرو بوبك. طبعا كل الناس رابطه فيتامين سي ان هو بيزود المناعه وان هو كويس جدا مع نزلات البرد. جميل في الموضوع ان مفيش ولا دراسه بتثبت ان في علاقه ما بين فيتامين سي والمناعه. هو كل الموضوع ان فيتامين سي لما انت بتستخدمه بتركيز اعلى من 1 جرام في اليوم، ده بيديك طاقه، ولما بيبقى عندك طاقه بيبدا يقلل شويه من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها شويه، التعب والاجهاد وشويه الصداع. فده ناس ربطته بالبرد. عندك برد خد فيتامين سي عشان يزود لك المناعه، وهو بس هو بيزود لك الطاقه. انا انصحك انك تاخد فيتامين سي، ولو هتاخد فيتامين سي استخدمه الصبح، بس يفضل لما تيجي تستخدم فيتامين سي اختار نوع يبقى معاه زنك، لان الزنك معروف ان هو ليه تاثير مضاد للفيروسات، وليه تاثير كمان ان هو يرفع المناعه. Thank you.